اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه، الكابتن فهد الريفي الاستاذ عبد الكريم الجاسر هم ضيفاء حلقه الليله. اللي كان في اجازه مسافر متابع الدوري وزنه زايد اي شيء ما شاء الله، الجولات الاربعه التقرير التالي على ايران يقدم لنا كل شيء صار في الجولات الاربعه، يقدر يبدا معانا من الليله يتابع الدوري يشوف التقرير التالي. أسدل الستار مساء الثلاثاء الفائت على الجولة الرابعة من بطولة دوري زين السعودي للمحترفين. فازت فرق وانطلقت حيث المنافسة، وتعثرت أخرى فتوقف قطارها مؤقتا. طريق طويل لا زال ينتظر الأربعة عشر ناديا، والأحلام لم تغب إطلاقا عن مخيلة الجميع للوصول إلى الهدف المنشود الذي حددته قبل انطلاق المسابقة. سبع وعشرون لقاء أقيمت حتى انقضاء الجولة الرابعة، بينما تم تأجيل مواجهة التعاون بالأهلي في الجولة الثانية لظروف وفاة لاعب التعاون ناصر البيجي. الصدارة يبدو أنها لم تنفك متعلقة بالشباب الذي جمع 10 نقاط من تعادل وثلاثة انتصارات كان آخرها خماسية الشرائع في مرمى الوحدة، في حين انطلق الفتح بقوة ليزاحم المتصدر بنفس الرصيد ونفس الحال، تعادل وثلاث انتصارات كان الرائد الضحية الأخيرة التي ذاقت مرارة الهزيمة. الاتحاد حل ثالثا بثمان نقاط توزعت بالتساوي بين نتيجتي التعادل والكسب، حيث فرط في مواجهة الفيصلي ليحصد تعادلا أشبه بالخسارة. التفوق على قطبي بريدة الرائد والتعاون إضافة للتعادل أمام الفتح والخسارة أمام الاتحاد أوصلت النصر للمركز الرابع بسبع نقاط. في المركز الخامس حضر شيخ الأحساء فريق هجر بست نقاط إثر انتصار على الوحدة وثلاث تعادلات، رافضا بكل قوة مبدأ الخسارة. في المراكز بين السادس وحتى الثامن تساوت ثلاث فرق بخمس نقاط، فالهلال ببدايته غير المتوقعة يفرط في النقاط حتى وصلت القيمة سبع نقاط، والأهلي بمواجهاته الثلاث عجز عن إسعاد جماهيره سوى في لقاء الشعلة بينما خرج بالتعادل أمام الشباب وهجر، بينما لم يقدم فارس الدهناء ما يوحي بقدرته على المنافسة حيث تعثر في مناسبة وكسب لقاء وحيدا وخرج بتعادلين كان آخرهما أمام الهلال. في المركزين التاسع والعاشر يتساوى الرائد ونجران بنقاطهما التي بلغت الرقم أربعة إثر فوز وتعادل وخسارتين. التعاون والشعلة أيضا يتساويان في المركزين الحادي عشر والثاني عشر ولكن بثلاث نقاط، فوز وحيد وخسارتين للتعاون آخرها أمام النصر، وانتصار يتيم يقابله ثلاث خسائر شعلاوية أوصلت سفير الخرج لوضعه الحالي. أخيرا جمعت النقطة الوحيدة فريقي الفيصلي والوحدة في مركزي المؤخرة، حيث لم يستطع الفريقان تحقيق الفوز حتى الآن مكتفين بتعادل وحيد وثلاث خسائر. لبرنامج كورة عليان العنزي. طيب نشكر الزملاء عليان العنزي وحسام الكاشف وبدر الفايز وعندنا حسن الجهني، هذول الوجوه الجديده في برنامج كره اولمبي تونا مصعدين من الفريق الاول انضموا معنا في برنامج كره، عندنا منصور الجمعه وايضا من الفريق الاولمبي اللي انضم صعدنا. فهد الجولات الاربع ايش اكثر شيء يعني يتوقف عنده واكثر شيء ايجابي واكثر شيء سلبي صاير؟ يعطيهم العافيه الحقيقه، يعني تكميل التقرير كامل مره
يعني خليني أقول لك أنه لن أوقف عن نادي الشباب. نادي الشباب أعتقد أنه من الموسم الماضي كان يعرف النواقص اللي لديه ويكمل فريق أعتقد احتياطه مثل الأساسية. لم أستغرب هذه النتائج واستمراريته في صدارة الدوري. اللي تفاجأت فيه هو فريق الفتح الحقيقة، بعد ما كان من 5 سنوات كان أماله أنه يكون في فريق يعني في دوري زين، لكن الآن ما شاء الله أعتقد أنه أماله كبرت ويستحق ذلك. تذكر فهد، وأقطع كلامك إذا تسمح لي، تذكر الموسم اللي راح قبل ما ينتهي ب3 شهور، احنا نذكر في برنامج كرة أعلن أنه في خبر أنه إدارة نادي الفتح قبل ما ينتهي الموسم ب3 شهور شكلت لجنة للعمل على الموسم القادم، طلعتها من عمل الموسم الحالي من نفس الأعضاء الإدارة والمدربين، شكلوا لجنة من 4-5 أشخاص تشتغل الموسم القادم. ما شاء الله تبارك الله. أنا أعتقد أنه النجاح الكبير اللي حققه نادي الفتح هي تكامل العناصر الموجودة في الفريق، لا إداريا ولا جهاز فني ولا لاعبيا. الشباب أعتقد إدان هذا الشيء. الشباب أنا الشباب الوسط جبروف كاماتشو، يعني إذا جبروف احتياط، إذا جبروف احتياط وفلات احتياط للمهاجمين، فأنا أعتقد أنه يعني فريق لكل المسابقات، في توافق بين الجهاز الفني والجهاز الإداري، والجهاز الإداري بشكل يعني نادر ما تلقاه بالفرق السعودية. أقوى وسط في الدوري بوجهة نظري الشباب يستحق. يعني خلنا نعدهم: جبروف، فرناندو، كاماتشو. يعني يكفي أن عندك كاماتشو، يعني عنده كاماتشو ما شاء الله، أحمد عطيف قدم مستويات كبيرة في المباريات الماضية، البرازيلي المحور يعني قدم مستويات كبيرة وآخرها ضد فريق الوحدة. فأنا أقول لك لم يفاجئني الشباب في هذا، بس فاجأتني يعني فريق الفتح الذي لا يملك مادة، لا يملك إعلام، لا يملك عناصر كثيرة يملكون الفرق الكبيرة، لكنه الآن أماله في تحقيق كثير من البطولة ويستحق. يعني أرجع أتفاجأ يعني في ذلك من الأشياء السلبية، نادي الاتفاق الموسم هذا من صحيح. الفرق اللي كان منافس على الصدارة في الموسم الماضي، أنا أعتقد أنه نعم يعني ذهاب تيغالي إلى نادي الشباب تأثر تأثر كبير، خاصة هناك كان تفاهم بين يوسف السالم وتيغالي، الإدارة لم تحضر البديل، فأعتقد ما حدث الاتفاق هو سبب هذا النقص. طيب أبو يزيد، الجولات الأربع تتوقف وين أكثر شيء؟ الحقيقة يعني أنا بأخذ نظرة عامة على الدوري. أبرز الأشياء اللي موجودة يعني ارتفاع مستوى الحماس لدى الفرق والإصرار والرغبة في الفوز، وهذا شيء شاهدناه حتى في فريق مثل الشعلة يعني يفتقد الإمكانيات ومع ذلك يلعب ويسجل ويقاتل ويصل إلى آخر لحظة. فريق مثل هجر شاهدناه أمام الفرق الكبيرة لديه إصرار وحماس، فالروح العالية اللي تلعب فيها معظم الفرق، الإصرار الكبير، الرغبة في تحقيق النتائج، هذه أحد الإيجابيات اللي شاهدناها. أيضا ناحية الارتفاع مستوى فرق الوسط، يعني أصبح أنه فيه فرق قادرة على أنها تصارع الكبار وتهزمها وتأخذ منها نقاط، ويمكن الفتح وهجر أيضا للرائد، الاتفاق، التعاون، أعتقد أنه حيكون إلى آخر مباراة الفيصل اللي لم يحقق أي نقطة استطاع يتعادل مع الاتحاد في جدة، وهذا مؤشر جيد للدوري. الشيء أيضا اللي لاحظنا سيطرة الأجانب على التسجيل، يعني واضح أنه معظم الفرق أو معظم اللي يتصدرون التسجيل هم لاعبين أجانب، يمكن كل فريق عنده لاعبين أجانب هدافين يسجلون ويستطيعون يعني يصلوا للشباك ويضيفوا يعني يعملوا الفارق مع فرقهم. كل هذه الأمور تنبئ أنه الموسم هذا لسه لم يبدأ. يعني إحنا الأربع جولات هذه، لأن أنا أعتقد أنه لازلنا مرشحين لنرى الكثير من النتائج، الكثير من الأشياء الغير متوقعة، الكثير من الإثارة. طبعا لما نقول الإثارة والمتعة في الدوري تختلف على المستوى الفني. المستوى الفني لما يكون عالي هذا ما في شك أنه قمة المطلب، لكن في بعض المباريات لا يكون مستوى الفني عالي لكن فيها إثارة مثيرة، فيها إثارة، فيها من خلال مفاجآت. أي نعم، مفاجآت، نتائج، حماس، شغلات مثل هذه، المباراة التسجيل هنا وهنا، شغلات مثل هذه. لكن بشكل عام أنا أعتقد أن الدوري لا زال يحمل الكثير، وواضح أنه الفرق الوسط استفادت من تسرب اللاعبين من الأندية الكبيرة بعد تقليص القائمة، أصبح هناك لاعبين جيدين يدعمون هذه الفرق، وبالتالي نستطيع أن نشاهد دوري يعني مثير هذا الموسم. يمكن شوي بس أضيفه، طبعا أنا بتكلم عن النصر والهلال نخلي المحور حقه، لكن أقول لك أنه الدوري السعودي لم يعد فيه فريق كبير، وإحنا شفنا وهذا ما أعطى هناك تمرد لكثير من الفرق. شوف هجر ما شاء الله يعني كمركز، شوف الفتح، هذه نقطة. النقطة الثانية اللي فيه إيجابية الحقيقة، أنا أعتقد أنه بعد اعتزال الأخطبوط محمد الدعيع كان هناك هبوط
الله يمسيه بالخير يعني. كان هناك هبوط كبير في مستوى الحراسة الموسم هذا في بداية الأربع أسابيع هذه، هذه نقطة إيجابية. شاهدنا تألق كبير لكثير من حراس المرمى الأندية، شاهدنا العنزي في النصر، شاهدنا مبروك في الاتحاد، شاهدنا حق الحارس هجر، يعني في طلعت في الأسابيع هذه ظاهرة تألق الحراس، وهذا شيء يعيد يعني الكرة السعودية، إضافة إلى أنه كثرة وغزارة الأهداف في الدوري السعودي في الأربع أسابيع هذه.